جوفير طلع النهارده بيقول لك اصل ماتش امبارح ما فيهوش حاجه. ما فيهوش حاجه ازاي؟ احنا كنا بنتفرج على ماتش تاني طيب ولا ايه؟ ما هو في ايه بقى؟ يعني في الفار ما جابش، ما عادش الكره بتاعت صلاح محسن ده اولا، ده الفار اللي عليه الكابتن احمد الغندور. طب هو مش وفي فاول؟ الفار مش ايه؟ مش فاول. يعني مش فاول انت عايز انا، ايه؟ لا دي بتاع السوليه جون برضو ما عادهاش، الفار الطبيعي يعيدها، ده اول حاجه اللي يعيد يجيب الصوره بتاعت الفار. بتيجي كده في كل الماتشات الفار بيجي بيجيب صوره يقول لك هدي اعاده الكره فيها او ما فيهاش، ماليش دعوه، ولا بس طب الفار الفار ما يجيبها. استدعاش الحكم؟ ايوه ما هو ما استدعاش، بس لازم يجيبها كمخرج وكفار يعرضها. الفار بيطلب اللي هو يعرضها عشان يقول للناس ان اللعبه ما فيهاش حاجه، ده اول حاجه. تاني حاجه لعبه صلاح محسن ضرب الراجل من غير كوره، الحكم اداله انذار، ما تعادتش، ما تعادتش اصلا. يعني في حاجات غريبه بتحصل الصراحه في التحكيم المصري. ويعني امبارح انت تقول الكره بتاعت الزمالك ضربه جزاء من جوه ولا من بره؟ اللي بتاعت ماتش ال بالزمالك اللي اتحسبت على الزمالك من جوه من جوه. من جوه ازاي؟ من جوه ازاي يعني؟ كده اهو ايوه ازاي شفتها من جوه ازاي؟ كابتن زايد من جوه ولا من بره؟ مصر كلها شافتها ازاي؟ مصر كلها، ما فيش احنا مصر كلها، ما مصر كلها دول اللي هم الاهلاويه بس اللي شافوها. مصر كلها اهلاويه اعترض ايوه ما بس مصر خلاص كلها اللي انت خلاص. الاهلاويه اللي شافوها، يعني الاهلاويه شافوها كده. بعيدا عن اي حاجه، هو الكابتن جاد مثلا والكابتن كان بيتكلم في نقطه من جوه ولا من بره؟ الكابتن الشناوي من ما جوه طبعا. ايه من جوه، بعيدا عن الزمالك الكابتن وبعيدا عن الشناوي، الاهلي. الكابتن الشناوي يا راجل ده انت خدت هيمشي مع قرار الحكم عشان ابنه في غرفه الفار، كان في غرفه يا في غرفه نهار الفار. عيد، ما تخليش كل الناس يبقى له مصلحه، لازم يبقى له انا ما مصلحه، انا بكلمك اللي لازم انا شايفه، ما هي دي لازم وجهه نظر وانا يا شايفها ابني كده، مش كل دي الناس، وجهه نظر وانا مش شايفها كل كده. الناس يبقى واحد ليه مصلحه، انا يبقى وجهه عشان نظري قريبه عشان ابنه يعني عشان بيشجع الفرقه. يعني هو الاهلي بيطلع 500 بيان عشان ما فيش نظريه مؤامره، والزمالك كل الناس عندها نظريه مؤامره. هو ما فيش مؤامره على حد ولا ايوه ولا طيب ده ماشي، ما ولا فيش ده. مؤامره، احنا اللي انا انت شايفه عارف، ده، ده عايز اللي اقول انا لك على حاجه، بشوفه. انت لعبت في الحرس وانا لعبت في الاسماعيلي، لو في 2 انديه بيستفيدوا من التحكيم فهو الاهلي والزمالك، عشان الامور تبقى واضحه. لو في حد بيستفيد من التحكيم فهو الاهلي والزمالك، يعني مش الاهلي فالاهلي لوحده. والزمالك ما انت بيتظلموش. استفدت من التحكيم وانت في الاهلي في ماتش الجيش. يا لهوي، احنا هنرجع يا ابني، ما احنا بقول لك مش عايز اقول لك الحكم قال لك ايه في الملعب ردها. وانت كنت بتقول له ايه. هو بس خلاص، فالموضوع يعني الحاجات ديت طب هي قول، طب اللي هي اللي قول مخليه، قول لا هي قول مخليه منظومه الكوره اصلا مش طب مظبوط. قول قال ايه، ما هو بيقول لك قال قول. ايه؟ لا قال ما ايه؟ بلاش اقول قال ايه. قال ايه؟ الله، ما بيقول لك قول اهو. الكابتن ريشه، كابتن كمال طب ريشه. وانت الان تقول ليه؟ لا مش هقول، ما عشان دي حاجه اتقالت بينا وبين بعض فما ينفعش اقولها. هو فالموضوع ما قاليش عشان انا كنت بعيد. لا ما هو ما قالكش حاجه، لا هو مش على الكوره دي. انت كنت لازم تاخد كارت احمر في الماتش، في ماتش الجيش؟ في ماتش الجيش والله كنت لازم تاخد كارت ده احمر. انا كنت نازل وهات تغيير يا اي ابني، حد يشوف الفيديو وفيديوهات الماتش كان نازل واللي تغيير. حصل. ده انا كنت تغيير يا ابني، نزلت نص ما ساعه. بقول لك والله كنت لازم تاخد كارت احمر في الماتش من اللي قلته له. انت قلت ايه؟ ما انا عمال ارجع بالذاكره ما كده. انا بقول لك بقى، يعني انا بكلمك في كابتن ريشه، ما قلتليش اه حاجه كابتن والله، ريشه، ما قلتليش حاجه والله. ما صفرش فاول وراح حاسبها جول كابتن ريشه. طب هتقول لي بعد الهوا؟ انا اقول لك بعد الهوا، بعد الهوا اقول لك انا وانت وهو. ماشي طب احنا لازم نختم. ماشي نختم. الاول اهلي وبيراميدز، متوقع النتيجه ايه؟ عشان احنا جايين الحد هنتحاسب. جايين الحد؟ هنتحاسب الحد ولا التلات؟ ما هو ماتش الزمالك التلات. انا اجي الحد بقى. لا هو احنا يجي عندنا الحد، ما يمكن يبقى عندنا هو حد يجي وتلات الحد او حد واربع، هنظبط الجدول حد واربع، على حد الهوا واربع ان هنظبط شاء الجدول على الهوا. ان شاء الله حد واربع كده هتفق معايا، مفيش خناق. ما قالش حاجه على فكره انا ظبط لك مواعيدك. حد واربع ظبط لك حاجه كابتن كمال ريشه وكان زي الفل و100 100 يا ابن الذين بعت الدنيا.